بعد ما اخذنا الاي جي اي نفروباثي ناخذ البوست ستريبتوكوكال جلومينرو نفرايتس. شنو معناه؟ معناه بوست ستريبتوكوكال يعني ما بعد الستريبتوكوكال انفكشن راح تصير عندك جلومينرو نفرايتس. يعني الاسم شارح المرض. اوكي شنو الموضوع؟ موضوع شنو؟ الموضوع ما بي انه نفس الاي جي اي نفروباثي راح تصير عند البيشنت فرنجايتس، تمام؟ وهاي الفرنجايتس بالجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. فالجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي اوكي او مثلا ستافيلوكوكس اوريوس اوكي سوفت تيشو انفكشن او سكن انفكشن او بون انفكشن اوكي، لكن اكثر شيء والشائع انه ايضا فرنجايتس اوكي نفس السيناريو مال الاي جي اي نفروباثي، لكن هنا بتشيلدرن راح يجي يسوي كروس رياكشن مع من؟ مع الجلوميرولار بيزمنت ممبرين، فراح يسوي اميون كومبلكس رياكشن انتيجن انتي بودي، فايضا راح يسوي شنو؟ ديستراكشن للممبرين. اوكي شباب زين، هسه انت تقول لي شلون راح افرقه اني؟ اقول لك هذا البيشنت انتبه وياي على الفرق شلون تفرق عن الاي جي اي نفروباثي. اول شيء غالبا هذا تشايلد طفل، بالاي جي اي نفروباثي تمام يكون ادلت، وهنا بوست فرنجيتك هناك شنو؟ سن فرنجيتك، يعني هناك يصير عندك فرنجايتس ورا يوم الى 3 ايام، يعني اقل من اسبوع يصير عندك هيماتوريا، لكن هنا ورا اسبوع الى 3 اسابيع يلا تصير عندك الهيماتوريا، ويجيك البيشنت بيمن بنفريتك سندروم دارك يورين واوديما بري اوربيتال هايبرتنشن اند اوليغوري. يعني شنو؟ نفريتك سندروم. هسه عرفت فيري كريتيكال هاي الشغله شلون الفرق ما بين الاي جي اي والبوست ستريبتوكوكال، تمام شباب؟ فاعيد لك، بالاي جي اي نفروباثي تكون ورا يوم الى 3 ايام، وتكون غالبا بالادلت، تمام؟ غالبا بالادلت، سن فرنجيتك يعني ورا الفرنجايتس بالضبط، يعني ورا يوم الى 3 ايام، لكن بالبوست ستريبتوكوكال تصير عندك فرنجايتس والكروس رياكشن ورا اسبوع او اسبوعين اوكي 3 اسابيع اب تو 3 ويكس يلا يجيب شنو؟ نفريتك سندروم. بالاي جي اي نفروباثي ادلت هنا يكون تشايلد، تمام؟ لكن اكو شغله تبي هو وياي، ها فالبيشنت شلون الشخصه كدايجنوزس؟ اول شيء سسبشن انه عنده هيستوري اوف فارنجايتس ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن او هيستوري اوف سكن انفكشن سوفت تيشو انفكشن، تمام؟ وجايك بيمن بنفريتك سندروم، فبالتالي ايش راح تلقى؟ راح تلقى عنده بوزيتيف انتري ستريب انتي ستريبتولايسين او تايتر اللي يطلع منين؟ من الستريبتوكوكاي. اوكي شباب زين، وايضا فيري كاركترستيك له اوكي اللو سي 3 لو سي 3 اند لو سي 4. ليش؟ يعني كومبلمنت ديفيشنسي، لان هنا من صار اكو كروس رياكشن صار اكو كونسامشن المن للكومبلمنت، فاحد الاسباب اللي تقلل الكومبلمنت بجلوميرولونفرايتس هو شنو؟ البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس. وممكن تلقى شنو؟ بوزيتيف ثروت كلتشر. ليش؟ لان هو عنده فارنجايتس. اعيد لك، بيشنت طفل جايك يا اما فارنجايتس او سكن انفكشن قبل اسبوعين، وهسه اجى بيمن بدارك يورين وساين ان سيمتوم اوف شنو؟ نفريتك سندروم هايبرتنشن اند اليغوريا، فانت يكون عندك سسبشن تجاه البوست ستريبتوكوكال. ايش راح تقيس؟ راح تقيس الانتي ستريبتولايسين او تايتر، تمام؟ تلقاه عالي لان هذا يطلع منين؟ من الستريبتوكوكاي.
وايضا تلقى لو سي 3 اند لو سي 4. تمام شباب. التريتمنت عادة شنو؟ سبورتيف على ما ترجع الرينال فانكشن. اوكي هنا على الاغلب بالبوست ريبتوكوكاجلومينيفرايتس يبدي نفرتك سندروم. تمام يبدي نفرتك سندروم اللي هو السيروم كرياتينين تقريبا بي 2. اوكي يعني عده ازوتيميا، لكن وراها ممكن يقلب المن الى رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس، فبالتالي فيري هاي رينال فانكشن. فالبيشنت ممكن يتابع وياه اثناء التريتمنت يقلب المن الى كريسنت فورميشن او رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس، فدير بالك. وممكن تكون الفيرست بريزنتيشن رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس انديوس كريسنت فورميشن. تمام شباب. فهاي بالنسبة لمن للبوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس وفرقها عن من عن الاي جي اي